بالتالي العمل السلطة التشريعية موجودة بكامل أعضائها الآن بكامل العدد، مجرد انعقاد. لكن الأستاذ زينب الآن رسمت لنا يعني مشهد سوداوي، يعني وين نعقد الجلسة؟ بالقمر؟ إذا بغداد ما يصير، لا بغداد ولا كردستان ولا عدوين، وين العد؟ وين المجلس النواب؟ بلاس خارطة تحل لنا اياها، وين يعني؟ يعني هي الممكن، يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، إذا أردت تسوي يعني الجانب الموضوعي، إحنا مثل ما قال الشيخ ممكن يعني إذا كان اعتراض على السوداني ممكن يصير اتفاق بين القوى السياسية، تجلس على طاولة ويتفقون على شخصية مستقلة ويحظى برضا الجميع، رضا التيار الصدري ورضا الإطار ورضا المرجعية، وهذه الشخصية يكون انتقالية، يشكل حكومة انتقالية والبرلمان يشوف عمله. ولكن أهم من هذا أنه في عملية تعديل الدستور، هاي الفقر المواد اللي ترسم تشكيل الحكومة تتعدل، وبالتالي ممكن أن يكون تقول المشرع بالتعديل الجديد اللي القائمة اللي تفوز بالانتخابات هي تشكل مجلس الوزراء، انتهى قرارات السطر، والباقين يروحون للمعارضة. هذا مو هذا بس، هذا لازم إرادة عمل، اتفاق بين القوى السياسية. والشيخ قبل قليل قال الأخوة الكرد ما يقبلون تعديل. هو كم لجنة صارت لتعديل الدستور؟ حرف بالدستور، ما لأن تعرف ليش أستاذ أحمد؟ إحنا عندنا آلية دستورنا لعام 2005 يسموه من الدساتير الجامدة، عندنا آلية لتعديل الدستور يستحيل معها تعديل حرف واحد. ليش؟ لأنه تحتاج إلى تصويت أو إلى تأييد بالاستفتاء ثلثين ثلاثة محافظات إذا ما رفضته. وهاي هذا الفيتو موجود عند الشيعة وعند السنة، وخذنا نحكي بهاي اللغة وعند الكرد، وبالتالي ممكن نروح للاستفتاء وأي تعديل دستوري ما راح يصير، لأنه جمهور الكرد محشد وجمهور السنة محشد وجمهور الشيعة أيضا محشد، وبالتالي راح يرفض هذا.